Daha çok vuracak diye zarladım. شو بك يا روحي؟ أهلاً. ليه زعلان؟ أهلاً وسهلاً والله. إيه زعلان؟ إيه ما بصير زعلان عليه، زعلان على الأكل ولا زعلان على السلسلة؟ ما بعرف. بدي تضلي تطبخيلي مو تضلي تطبخيلينا النوش. بعد رمضان مشان ممنوع تاكل ولا شيء لأنك كرشك ما شاء الله على رمضان. كل اللي أكله خروف يعني إيش هو؟ خروف هو خروف أكلته، فضحتني على الخروف يا جماعة. خروف مستهون فيه حبيبي، مستهون بالخروف أنت؟ إيش هو مستهون بالخروف؟ ما بس انا زعلان بيني وبينكم، انا زعلان على السلسله الرمضانيه، زعلان انه عن جد عشنا شهر يعني كثير انبسطنا، وان شاء الله كل عام وانتم بخير جميع، وان شاء الله نكون انا اكثر شيء انبسط انه قدرت اكسب ضحكتكم كلكم انا وننوش. أكيد. عملنا شيء انه الحمد لله رب العالمين، السلسله كانت ناجحه، كومنتاتكم كانت يعني تعطينا طاقه ايجابيه، كنا نعطي بنشوف الكومنتات نعطي من قلبنا بس نصور، نتخيل كأنه أنتوا عايشين معنا، فيعني خلص يعني بالنهاية تعرفونا بسلسلة رمضان كتير ننبسط معكم، السلسلة الماضية كمان نجحت وسلسلة تسلينا، والله يسامح كل حدا فهم السلسلة الرمضانية غلط اتجاهي، أنا في ناس فهمتني أنه عايش ومو شايف شيء، الله يسامحكم كلكم، هذا كان كله أجواء فكاهية، كله كان كل شيء عم نعمله نحن اجواء فكاهيه، وان شاء الله يا رب الله يقدرنا ونكسب ضحكتكم اكثر واكثر، وهلا بدنا نقول لكم مرحبا عائلة ريتشي وننوش، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا كل عام وانتم بالف خير، كل عام وانتم بالف خير جميع، وعطينا الانترو تبع العيد. إذا أول مرة تشوفونا بالقناة ما تنسوا تحطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لتنضموا لعائلة ريتشي وننوش، وهلا بدنا نروح نجيب لمريم ثياب العيد وأنا وننوش كمان أنتِ، طب اشترينا يوم الفيديو كليب والله اشترينا يا جماعة، يعني كل شهر بدك أغراض اشتري، كل جمعة بتنزل على السوق، أنا مو اشتغلت شهر كامل برمضان مو بحيل اشتري ثياب، بدي ميك اب وبدي ألف قصة قصة، ماشي وخلينا نطلع نشوف الرجاء وأحمد اثنين برا، أحمد ورجاء عم يستنونا برا كمان أنا كثير مبسوط إنه رجعوا، يعني 90% نفسياتهم تحسنت، يعني 10% لبين ما نوصل لعندهم بصير 100%، لبين ما أوصلهم على البيت في عنا سفر ساعتين بكون نفسياتهم مشي حالها، تفضلوا لعنا نروح معهم. ليكو هنيك احمد وجوجو عم يتصور ناو يا كركون طلعوا شو عم تعملوا؟ بتصور عم تصوروا؟ سيدي لعبة ابنك يا حبيبتي الكار اهم شيء يلا خلينا نروح على السيارة معي خلينا نسوق عنك خلينا نسوق عنك يلا هات نعمل حادث فورا حبيبي بدي سيارة ثلاث ايام بقى بدي سيارة بدك سيارة؟ هاتي هاي شاحنة مو سيارة بلش شو ما بدي زعلت شفتي في اسرع مني علي زعلت بدي سيارة تكون حمراء خلص لنسافر بس لا تزبط سافرتنا عليك مصاري طلع ركسي بس قلت له تعال روح باي يلا جيبه يا لوحي انا يلا روح باي يلا تعال جيبه بس افتحوا له الباب لوحده بيطلع طلع قدام طلع قدام طلع قدام هاي روحي تعي روحي تعي وهي ننوش بلشت رحلتها عمري الكياتي قلم لكن في احجام ما في غير لون هذا خمسة ما في غير شيء هاي الالوان هاي ما حبيت الالوان انا بصراحة هلا في شيء هونيك ورجيتيني يا ننوش هذا اللون ما لبسته ابدا في هذا كمان اختارته ننوش كمان حلو حلو كتير بدنا نورجيني ولا كيف شو هذا هذا دخيله دخيل الكياس ميرو يا ميرو بابي هاتي نشوف شو كمان نشوف انت بدك تساعدنا بدنا موديلات حلوه انت بدك تساعد حبيبي عجبك هذا اللون ما لبست منه ولا مره ايه بس في الموديل افضل موديله حلو موديله فيني اخذ هذا الموديل هذا موديله كثير حلو هذا هذا غريب فيني اخذ هذا الموديل على لون بدك اياه واخذ هذا الاصفر ولا هذا جمال لونه اصفر اجمل هذا بتحسيه اهل هذا اتقل شوي يلا ما بعرف ما هذاك ما حسيت كثير ما بعرف شو ها لا هذا حلو حلو هذا حلو بالعكس حلو دوقي دوقي الافرو
فين ياسر؟ يا اخي ما بس حطني على الجرح بيطيب انا. هذا ياسر انت؟ مو مزبوط انت؟ حطني على الجرح بيطيب ولا ما بيطيب؟ شفت؟ ومجروح شيء؟ طب روح جراح حالك وشوف شلون. بيطيب ولا لا؟ بعينك ما اطولك. ما في اكبر؟ هلا هذا من الست من الثمان لايمتى هذا فيها؟ من التسع شهور وطالع. الاصفر من التسع وطلوع. تذكرتوه للعم؟ جينا اخذنا مره من عنده. ابو فادي. ايوه ابو فادي تعال لعنده. شو اسم المحل؟ محل ديزني ولو محل 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 ديزني وما بيجي عنا غير الاكابر. تسلم لي خلي لي قلبك. لقمتنا طيبه. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. تعال لعنده هلا رح صوركم المحل انا من برا. يلا الله يعافيك. يلا هلا ننوش عم تاخذ برانس. لازمنا كل واحد برنس. عرفتوا كيف؟ شايفين اخذت هي هذا اللون. كان بدي اخذ بيج لريتشا. انا كنت بدي اخذ البيج صراحه هذا اللي فوق. اخذنا من هذا لانه ما في قياسي من هذاك. قياسه صغير فاخذنا من هذا. هلا صار وقت نروح نجيب ثياب لانه. ايوه صار لازم نجيب ثياب لانه. يلا يا جماعه هذا ثالث محل منفوت عليه. هي بتجي مربوطه من على جنب يعني الموديل. هن الرابطين. بس ايه يا جماعة ننوش في اماكن معينة هي بتاخد منها. هاي المحلات اول مرة نفوت عليها فما عم يعجبها شيء. هاي المحلات اول مرة بتفوت عليها. ما بعرف. مو ستيلة. مو ستيلة هون ما صرنا بيرمين ثلاث محلات. هي في اماكن معينة بتاخد منها. حتى جوجو ما لقيت شيء حلو. حتى جوجو. ايوة يا جوجو. ما جوجو ده. جوجو حلو بس هذا كمان عم مبسوط. لا انت مبسوط لانه ما عم تلاقي شيء. انا متاكد انك مبسوط. شوف اتفرج شو ما منوش. وهلا يا جماعه الخير نحن احمد راح نودعهم هون. احمد بوس ايدي وشكرت. يلا روح الله معك. هلا نودعهم هون. ما في البسه. ما بدي تركها والله. ما لي علبه تركها. نحن لهون وبس. هون حد بيت احمد راح يروحوا هنين ونحن راح نتيسر. ننوش ما عاد بالاغراض. ننوش ما عاد بالاغراض. خلصت محلات يعني مو ستيلي ابدا. عريض. ننوش ما حبيت وقال ما بدها تشتري. قال هي خلص ما بدها تشتري. فيعني من هالحكي هلا بدك تنزلني على مكان ما اشتري انا. طحطح بدها تنزلني على بيروت. هونيك ستيلا. عرفت هونيك ستيلا. هون مانو ستيلا. ما لقيتي. ما لقيتي. ما في ملابس. ما في هون كله رسم. فان شاء الله يا رب ما نلاقي. انا مبالي ما بقى بدك غلط. ان شاء الله يا رب ما نلاقي. طلعت انا بطلع طلع في حدا اندل مني. طيب بدي اقول لكم شغله. انا عن جد بتشكركم كلكم على التعليقات الحلوه اللي اعطيتوني طاقه ايجابيه عن جد. شكرا. نحن لك. انا نحن انتوا نحن وجيش ريتشا وننوش. حطونا على الجرح بيطيب. بيطيب ولا ما بيطيب؟ والله نفسي تغيرت كليا. ايوه يلا حبايبي يلا خلونا نحن نروح على بيروت. انتوا خليكم معنا. انتوا والله معكم. حبايبي ما لقيت شيء لانه نزلت على المحل اللي انا بجيب من عنده الاغراض بدي اياهم. متوفق بالثياب فيهم. قال ما بينزل هلا. بينزل بعد اسبوع. ما بعد اسبوع نزلوا بضاعه بس يمكن نحن تاخرنا شوي لحتى نجيب ثياب العيد. فننوش ما راح تجيب. وحتى انا ما جبت شيء ابدا. نحن اصلا وقت الفيديو كليب مثل ما قلت لكم نحن جايبين ثياب. اصلا ما لازمنا شيء. عرفتوا كيف؟ انت ما لازمك شيء. ف استغفر الله العظيم. النسوان على طول لازمات. على طول ما عندي. اي بنت بتسال عندك لا ما عندي لازمني صح؟ ما بتقولوا لا. ما بتقولوا لا. بسيطة ما في مشكلة. فاكيد حياتي بعد اسبوع انا راح يقدم وانا ميت من جوع. وانت ما طبختي شيء اليوم. ايش بالبامي؟ شو بدنا ناكل؟ ايش بيها البامي بالبيت؟ ها؟ اضرب بامي وخاطر ونام. لسه في بامي عندي بالبيت. اضرب بامي وخاسر. اضرب بامي وخاسر ونام. مزبوط اللبن بني. والله بدها نوم الشغله. عن جد تعبنا كثير. مشوار السفر لعند بيت احمد كثير بعيد. كثير بعيد اليوم. كثير هي هلاك. هلا حياتي تذكرت بدي بوظه. بوظه؟ ايه جيب لي بوظه. اليوم ماشي الحال. بس كنت بموضوع انه ما جبت الثياب. ماشي حياتي. عظيم بس لاشوفها. تعب بدك تطير. طلع طير. ما بعرف مش عم بزمر لي وراي عم يزمر لي. يلا لنشوف شو عملت. اوكي يلا بدك بوظه لعيونك. تكرم عينك.
فكرة معيوني ولا ويا ننوش يا قال منا الله يخليك انت طلبي وتمني طلبي وتمني يا روعي يلا روح جيب لي بوزة حياتي وروح تكرم شواربك وفرجي كنت يا ميرو تكرم شواربك ماذا اقضي عليها ليش حسن فيها ببيت ماشي طيارة جفة لعن أمه قصف ميرو بابي انا جبنا لك تياب بدنا نحن جبنا لك شي حلو يا عمري انا بابا تعالي شوفك تعي تعالي عند بابا تعي لي ايه فتحت فتحة شديدة يا عمري تعالي شوف شو جبنا تياب تعالي شوف شو جبنا لمريم لك ماما ايدك على الكيس تجري هذا العسكري انا نقيته لانه انا عندي كمان شيء عسكري بدي البسه فبنطلع انا وهي طقم شو ميرو بابي في عندنا هذا الاصفر انا نقيته هذا على شكل شورت كمان نفس لابسته هي تقريبا شورت هيك شورت هيك وهاي ما ليه وهذا كمان كثير حلو هلا هاي كمان بنحط هيك قدام الرقبه هي مثل دقوني صايره كمان يا بس تقلبيها لقدام ايه وشو كمان في عندنا هات هلا هذا اختياري انا وريتشو اخترنا انا وانت ايوه ايه. هذا كثير حلو بحس فيه كثير حلو هذول اللي طلعوا هيك هذوليك بالبيت يعني اكثر عجبوه عجبوكي بابا عمري بابا انا شو عجبك انت شو عجبك انت شو بدك تورجينا تقيسيهم هلا شو بدك تقيسي لا بدنا نقيس هلا انا اكثر شيء عجبني هذا انا نقيته هذا كثير حلو كيوت على اللبس كثير حلو ايه عن جد بابا لا حبيبي انا ما بفلت شعري ابدا مع ميرو ابدا اذا مسكت دقني يا جماعه اذا مسكت دقني ما بتفلتها لطالع هيك كومة شعر واذا مسكت شعر ناسي يعطيكم العافيه لا لا غا 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 ياك بابا تتفكر موشي حياتي انا حياتي خلينا نلبس هذا ماما يلا اي عن جد ايسيه هذا بدنا نشوف هذا كيف بده يطلع على مريم يلا خليني اشوف الجمال انا خليني اشوف الجمال يا بابا يا عمري يا عمري ايه نحن بدنا نمشي شوفونا نحن بدنا نمشي يا عمري انا يا عمري الكياتي انا فرجي لك 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 فتحتين لك نزلنا لتحت وتنزل من فوق ونرفعنا لفوق لا هو طلعنا. هيك حبيبي هو هيك اه هو هيك ايوه يبتني جمالك انا دخيل الصيف انا دخيل الصيف كرمالك ايه دخيل الصيف كرمالك انت يا بابا تعالي عندي بدي اكلك بدي اكلك اعطيني اياه اعطيني اياه لشوف اعطيني اياه اعطيني اياه شوفي الساعة بابا الساعة هون مبين عليك الساعة شفتي شو قد حقها؟ شفتوا شو قد حقها انتي وماما؟ لا 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 هاي مول الأكل ماما هاي مول الأكل اعطيني اياها بكفلتي اياها بس تمسكي شو بيصير لك شو بيصير لك انتي شو بيصير لك انا؟ اقعد اقعد حبيبي هاي هيكي هيكي اقعد فرجيكم كمان دقيقة شوي فرجيكم كمان شو جبت هون إلي ولا ميرو تخيل شو بشي جبنا لك مين ده بابا هاد لميرو وعفيلة شوف شايفين عم شوف معصبة ليش معصبة انتي ما عجبوكي ما عجبوكي لحتى معصبة هدول لإلي ولا جقرة مثل أمك ما بتتجقبري هدول لإلي للرأس هدول كلها ليش كلها طوال هدول مشان يربطوا على الرأس فرجيلة شو إذا أنا حطيتها هيك كلها هديك طويلة يعني المهم ما اجت ايدها فاضي المهم بدها تجيب شيء معها معقول ما تجيب ايدها فاضي هدول كلهم الباقي لميرو ها شوفوا هدول الالوان حلوات كثير هدول مشان نيلو ايه نيلو مثل الكياتي نحن الكياتي يا مامي هي مريم نعسانه يا جماعه ايه نعست اليوم تعبت ورجعت معنا وتعبت وهلكتنا لك شوف زعلانه هي شايفين عم تضحك ما فيها شيء بدها لحم يلا مامي تعي ننهي الفيديو نروح ننام تعي ننهي الفيديو ونروحي نامي بقى حبايبي لهون بكون خلصنا فيديو اليوم والمشتريات خلصنا كل شيء وكل عام وانتم بألف خير جميعا هذا اخر فيديو رح نعتبره من السلسله اوكي يا جماعه بعد هذا الفيديو رح يكون اعلان اغنيه قدر ومكتوب
اغنيتنا الجديده اللي عم فيديو كليب جاهز وكل شيء تمام. راح ينزل الفيديو فيديو قصير راح تشوفوا منه لمحه بسيطه عن العمل الجديد عن الاغنيه الجديده. وان شاء الله ثالث يوم العيد راح يكون تنزيل الاغنيه وراح تكون عرض اول يعني راح يوصلكم كلكم اشعارات باذن الله. وانا شفت حماسكم كثير كثير. شو النوش شو النوش الحماس شو الحماس عائلتنا الثانيه متحمسه كثير على الاغنيه الثانيه متحمسين. هضروا لي حالكم للترند قدر ومكتوب ان شاء الله راح تطلعوه انتم ترند لانه راح تعجبكم كثير. بنحبكم كثير بنشوفكم بفيديو جديد واعطوني رايكم كمان ورمضان الجاي عايشونا لنشوف ايش نعمل. لا ماما كيف لا بابا حياتي واعطوني رايكم بتياب ميرو كمان. ايوه اعطونا رايكم بتياب ميرو الصغيره. جبت لها من المحل واحد لانه الصراحه هذا المحل كثير انا بحب الاغراض عنده وبتوفق فيه بجيب تياب كثير هيك ما دورت كثير بالسوق. بتروح بدها تيجي لعنده نتقلكم هاي بحبكم كثير. شوفوا فيديو حطوا لنا لايك اشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين وفعلوا زر الجرس لتنضموا لعائلتنا المتواضعه. تحياتي لكم ان شاء الله من هلا لتجي الاغنيه لازم نوصل على 800 ألف لازم ان شاء الله. يلا باي باي.